ده بصراحة موفر جدا للغاز ومية سخنة مستديمة على طول، وكل ما تسحب منه في النهار مستجيب معاك، يعني يجدد السخون على طول. موفر لنا في الأنابيب، كنا بنسمي لمبتين غلاف في الشارع بنسمي واحدة بس. النهاردة الأنبوبة ب 35 جنيه، أنا استعمالي الشخصي والغسيل واستعمال كفردين بس مش هنقول أكتر، لا يكفيني أنبوبتين في الشهر ب 70 جنيه. في نفس الوقت غير آمنين، يعني ممكن نتعرض لحريق لأي حاجة كان ربنا بيسترها. الحمد لله جبنا سخان مش مكلف نهائيا وآمن، وفي أي وقت حتى في الشتاء في شهر واحد أصعب الأوقات في الشتاء عشان ما يبقى فيه شمس نهائي، في وصلة ليه كهربائية، مجرد مفتاح بتفتح المفتاح ربع ساعة بالظبط، تظبط ربع ساعة تديله كهرباء يديك 48 ساعة مية بتغلي. الحاجات دي تتعمم على الكهرباء، كهرباء المنازل. اه ازاي؟ يعني لو وفر الحاجات اللي زي كده بالجس للناس، الناس هتجيب وتشتغل برضه زي ما موجود على السخانات، بتوجد على البيت برضه تتحول لكهرباء المنازل. ان هي موفرة ماديا ومريحة وآمنة في نفس الوقت.